طلاب هساعدنا المثال الثاني بالنسبة للجرافينج ان بولر كوردينيت. المثال الثاني يقول جراف، طبعا عندنا هذا هو المثال، جراف example 2 جراف the curve r تربيع يساوي 4 كوساين ثيتا. زين هسه ايش نجي؟ طبعا احنا اول شيء نختبر سالفة التماثل. ليش نختبرها؟ لانه سهل علينا بالحل، يعني بدل مثل ما ناخذ نظل ناخذ نقاط، نستمر بنقاط كل شوية والجدول يصير طويل ونظل ناخذ قيم ونظل يعني ان نظل يعني ياخذ من عندنا وقت هواي السؤال، نقدر نطلع كم قيمة ونحدد شكل الرسم مبدئيا، بعدين نستفاد من هاي الخاصية مالة التماثل نقدر نكمل او نقدر نعكس الرسم حسب التماثل عليها المحور. بزين هسه شنو عندنا؟ راح نكتب، طبعا راح نكتب اللي عندنا اللي هو عندنا السؤال اللي هو رسم الار تربيع، الار تربيع تساوينا 4 كوساين ثيتا، 4 كوساين ثيتا. زين هسه بالنسبة للثيتا احنا عندنا الثيتا هي عبارة عن دالة زوجية. مبدئيا بما انه الثيتا طبعا احنا عرفنا ان الكوسان هو دالة زوجية، يعني اذا انطي سالب ثيتا يرجع ينطيني الكوسان مال ثيتا العادية. فسنجي اول شي راح نختبره على محور الاكس. حتى نختبره على محور الاكس قلنا ايش راح نعوض؟ راح نعوض بدل كل ار وثيتا بالسؤال الرئيسي راح نشيلها ونخلي بمكانها ار بسالب ثيتا. هذا الحكي اللي ما نريد نسويه على محور الاكس اكسس حتى نشوفها هل هي متماثلة على محور الاكس لو لا. زين راح نجي بدل الار قلنا هاي نفسها راح تكون ار تربيع ما راح تفرق، وهنا راح يصير عندنا 4 كوساين سالب ثيتا. قلنا الكوساين هو تعتبر ايفن فاكشن فهي راح ترجع نفسها وبالتالي راح يكون عندنا 4 كوساين ثيتا. اذا هاي اول شغله يعني عرفناها تحققت انه هي عباره عن متماثل حول النقطه حول محور الاكس. زين هل يا ترى نقدر نشيك نقطه ثانيه؟ ليش راح نشيك نقطه ثانيه بهذا السؤال وما قدرنا يعني ما توقعنا بذاك المثال؟ لان هنا عندنا هاي ار تربيع، الفرق عندنا ار تربيع. زين بما انه عندنا الار تربيع فمعناته اذا اكو عندنا تعويض بسالب ار راح يكون موجب ار. شنو يعني؟ يعني عندنا التماثل، ثاني شيء عندنا التماثل حول محور العفو حول نقطة الأصل. شنو يقول؟ يقول بدل كل ار وثيتا راح نرفعها ونخلي بمكانها سالب ار وثيتا. بما انه شفنا الار تربيع هنا فما وعندنا هاي ايفن فاكشن، يعني حتى لو ما كانت ايفن فاكشن بما انه هو راح يكون سالب ار وثيتا، ما دام شفت هاي ار تربيع فمعناته اذا عوضت السالب ار هي يعتبر تناظر حول الاوريجين. فنقدر مباشره مجرد ما نشوف السؤال ونشوف انه الار الاس مالتها هو زوجي معناتها القيمه اذا ادخل عليها قيمه سالبه راح ترجع لي اياها موجبه. فهسه هاي الداله الرئيسيه مال السؤال ايش راح نعوض بها؟ راح نعوض بها سالب ار الكل تربيع يساوي 4 كوساين الزاوية طبعا راح تكون هنا حسب التناظر حول نقطة الأصل انه نعوض ثيتا نفسها. فالآر تربيع بما انه هنا عندنا فاكشن الأس مالتها ايفن تربيع لهذا راح يكون آر تربيع يساوي 4 كوساين ثيتا. اذا رجعت نفسها لو لا؟ رجعت نفسها لما انطيناها بالسؤال. اذا بهاي الحالة راح هذا ايضا يكون متناظر حول محور العفو حول نقطة الأصل. إذا هسه هاي الخاصيتين راح نخليهم قدامنا من نريد نرسم. زين الخطوة الثانية بالرسم شنو قلنا؟ راح نسوي تيبل. التيبل هذا ايش راح يحتوينا؟ راح يحتوينا على ثيتا. زين أنا راح أرسم ثيتا ويا الآر مو ويا الآر تربيع. إذا راح يكون عندنا هنا خطوة شنو هي؟ هاي آر تربيع. إذا الآر شنو راح تساوي؟ موجب سالب، لان هذا عندنا جذر نريد نجذر، راح اجذر الطرفين. هاي الار تربيع جذرها شنو؟ ار. هاي كل القيمه شنو جذرها؟ راح يكون موجب سالب جذر هاي. هاي القيمه جذرها الاربعة جذرها 2 فراح تطلع لي برا، والكوسين راح يبقى موجود لان هو مو تربيع فراح يكون كوسين ثيتا. اذا هاي هي الداله اللي راح نرسمها. زين معناتها هاي ثيتا وهنا راح يكون عندنا ار اللي هو موجب سالب جذر والعفو 2 كوساين ثيتا. زين هسه من اجي اخذ ثيتا تساوينا صفر،
كوسين الصفر شنو؟ واحد. إذا القيمة مال R راح تكون موجب سالب واحد. زين، لو أخذت الثيتا هو باي على ستة اللي هي 30، نجي ناخذها الكوسين مالتها هو جذر 3 على 2، ورانا ما نعوض وناخذ هاي الموجب السالب، طبعا هذا بالحاسبة راح يطلع موجب سالب 1.5. زين، من نجي ناخذ بعد، خلنا ناخذ اللي هي 60 باي على 3، الناتج مالتها راح يكون موجب وسالب 1/4. زين، ليش جاي تطلع لي قيم موجبة وسالبة ما ناخذ هنا قيمة واحدة؟ لأن بالسؤال أصلا R من طلعناها؟ طلعناها موجب سالب، موجب سالب. زين، هسه اجي اريد ارسم الرسم. من اجي اريد نرسم شو راح نسوي؟ راح نجيب هذا المحمر وانتنا، زين، هذا الاكس وهذا الواي. زين، اوكي، هسه شو يقول عندنا؟ يقول الزاوية صفر، العفو هاي 2 هنا مو 1، الزاوية صفر، الار شو تساوي لنا 2؟ اذا عندنا زاوية صفر، وين الزاوية صفر؟ هاي، يعني هنا انا ما متحركة، صفر. زين، الار هو مقدار طول الشعاع قلنا، فش قد الطول مالته؟ 2. اذا انا عندما ثيتا صفر ما مفتوحة يعني ما مرتفعة عند اي قيمة، راح النقطة ايش قد عندي؟ الار 2. اذا هاي النقطة، هاي النقطة اللي راح نخليها بعد ما مصلة شيء. زين، عندما ثيتا 30 طلع عندي 1.5 بالموجب والسالب. عندما الثيتا 30 طلع عندي 1.5 بالموجب والسالب. اوكي، هسه عندي زاوية مقدارها 30. قبل ما ارسم زاوية، هاي صفر 30، خلص هذا شوي هيك شوي، هاي 30. زين، هذا ايش قد طول السهم؟ هذا من هنا 2، اللي ورا ايش قد طلع لي؟ 1.5. اذا معناها لازم اقصر منه، فراح يكون عندي بهاي الزاوية 30 عندي سهم ايش قد قيمته 1.5. زين، فمعناها نفرض هذا الواحد، خلينا نقول هاي الواحد 1.9، العفو شوي اقل من عنده هنا، هاي نقطة. منين جبت هاي النقطة؟ طول هذا 1.9 فلنفرض، والزاوية 30 اللي بعدها اللي هي الزاوية جيت 60 و 1.4، 60 هسا هاي 30 فرضتها، 60 راح تكون اعلى من عدها. زين، والطول مالتها جيت راح يكون اقصر من طول هاي، هاي 1.9 فاللي بعدها 1.4، فلنفرض هي هاي 1.4، هاي هنا الزاوية وهاي 1.4. زين، النقطة اللي بعدها اللي هي 90، النقطة اللي بعدها اللي هي 90، لا العفو، احنا ماخذين 45، بعدها 45، يعني هاي هاي 30، هاي خليها تكون 45. هسه 60، 60 القيمة مالتها 1.4، هاي قيمتها 45، 60 قيمتها 1.4، فلنفرض هاي 60 قيمتها 1.4. زين، اللي بعدها اللي هي 90، كوساين 90 صفر، معناته هذا كله راح يصفر. زين، هذا كله راح يصفر، اذا هاي هاي النقاط، بس هاي النقاط شنو طلع بيها؟ طبعا هاي 1.7، واللي هي هاي 1.4، اي مضبوط، هذه التيبل طلع، التيبل اللي معي مضبوط. هذه عندنا خلنا صفر طلعت لنا 2، وهاي النقطة مالت. زين، قبل ما اوصل خلي اشوفكم اياها، وعندنا بالثلاثين هاي النقطة، بالـ45 هاي النقطة، وبالـ60 هاي النقطة، هسا اخر شي 90 طلعت لنا هاي النقطة، هذين النقاط طلعن، واضح؟ ذن اياها نفسن طلعن. زين، بس شو اللي طلع عندنا بعد؟ طلع بنفس الوقت قيمة موجبة وسالبة. من اول موجب وسالب، يعني عند نفس الزاويه بس جاي يطلع لي الار قيمته سالب. زين، هسه خلي هاي العفالجه، هذا راح نوصله بهالشكل، ها هيك. زين، هسه لهنا نقدر نكتفي بالنقاط، نستفاد من الخواص. الخاصيه شو تقول لنا؟ عندنا متماثل حول محور الاكس، معناته هذا حسب الكلام لازم يكون مطابق الى هنا لانه هو متماثل. اذا انا بجي اقول هذا لازم يكون متماثل حول نقطة الاكس، هاي صار بالشكل هذا، لازم الشيء موجود فوق موجود جوا. زين، متناظر حول نقطة الاصل، شنو معناته؟
نجي للمحاضرة. زين هسه احنا قلنا متناظر حول محور الاكس، معناته الشيء الموجود هنا لازم يرجع منطبقه هنا، وهذا اللي احنا سويناه واستفادينا منه. الشغلة الثانية متناظر حول النقطة الاصل، يقول لك الشيء الموجود هنا هذا راح ينعكس هنا، ومعناتها بنفس الوقت الشيء الموجود هنا راح ينعكس هنا، هاي هي معناتها متناظر حول نقطة الاصل. نجي ناخذ هذا الكلام مثال، احنا سوينا الاختبار وطلع متناظر حول نقطة الاصل، شو راح نسوي؟ هسه يقول لك الشيء الموجود هنا لازم يكون له نظير هنا متماثل، يعني حول نقطة الاصل، هاي نقطة الاصل، هاي هي نقطة الاصل هذا بهالشكل، فالشيء الموجود هنا راح يكون له مماثل هنا، والشيء الموجود هنا راح يكون له مماثل هنا، هاي خاصية، مجرد خاصية نستفاد منها. فهسه هذا راح يكون الى هنا، زين الى هنا نجيبه مثل ما هو ونخليه نرسمه هيك؟ طبعا لا. ليش لا؟ لان خاصية هنا، شوفوا الطلاب راسميها، يقول لك هاي ار ثيتا، من تجي تعكسها هنا شو راح تصير؟ سالب ار ثيتا، فمعناتها القيم راح تتغير، فهذا من نجيبه؟ نجيبه بشكل معكوس هالشكل. زين هسه هذا راح نجي نعكسه هنا، راح يكون هالشكل هذا، واضح؟ طبعا هاي اذا ما لو ما مسوين هاي الشغلة الخاصة كان بقينا ناخذ قيم زوايا موجبة وقيم زوايا سالبة، وبقينا ناخذ هاي نشتغل هاي الشغل، نقدر احنا نختصر بالنقاط. فطلاب هسه بالكتاب شو مسوي لكم؟ مسوي لكم تيبل ماخذ قيم زوايا موجبة وسالبة، وماخذ ومطلع هنا قيم موجبة وسالبة، ومكمل واصل لـ90 وواقف. طبعا احنا هنا نقدر الرسم، نقدر مثلا زاوية 60 نقدر ما نطلعها، او زاوية 45، المهم نطلع نقاط بحيث نقدر نعرف الشكل هذا شنو بالضبط. مجرد ما حددنا الشكل الباقي نشتغل بالخواص، يعني نبدأ نستفاد من هاي الخواص حتى نكمل باقي الرسم. هذا هو رسم اللي example 2.